بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ما زلنا مع الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نصل إلى الجنة؟ الأعمال التي توصلنا إلى الجنة. ورمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنات، فما هي الأعمال التي توصلنا إلى الجنات؟ الأعمال التي من واظب عليها كان من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الجنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه والذي علمه أصحابه أن يقول العبد بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ما عمل من الأعمال التي توصلنا إلى الجنة، ويفتح الله لنا بها أبواب الجنة. ما هذا العمل؟ أن نصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة. 12 ركعة في اليوم والليلة يبني الله عز وجل لك بهذه الركعات بيتا في الجنة. تخيل 12 ركعة يبنى لك بها بيت في الجنة. يعني أنا بإيدي كل يوم أبني بيت في الجنة. وما أدراك ما بيت في الجنة؟ بيت في الجنة يعني تخيل الإنسان حينما يبني بيتا في الدنيا يفتخر به ويفرح به ويسعد به، فكيف وأنت تملك أن تبني لنفسك كل يوم بيتا في الجنة؟ بقدر حياتك يكون لك قصور في الجنة. طب إزاي أبني بيت في الجنة؟ البيت في الجنة ب 12 ركعة تصليهم في اليوم والليلة. يعني إزاي؟ يعني ركعتين قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، كده 12 ركعة. اللي يصلي ال 12 ركعة في هذه الأوقات، اثنين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، بكده 8، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، بنى الله له بهذه الركعات بيتا في الجنة. فهل أنت بحاجة إلى هذا البيت؟ إن كنت بحاجة إلى هذا البيت واظب على هذه الركعات، ركعات تصليها لله تعالى كل يوم، لا تستغرق الركعات دقائق من الإنسان، يبني الله عز وجل لك بها بيتا في الجنة، بيت عند الله سبحانه وتعالى، بيت بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بيت بجوار الصحابة رضوان الله عليهم. ب 12 ركعة لا تستغرق هذه الركعات دقائق من الإنسان. إذن يجب على الإنسان أن يواظب وأن يحافظ على هذه الركعات، اثنين قبل الفجر. قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا فضل الركعتين قبل الفجر: خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين للإنسان يصليهم قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. والأربع ركعات اللي قبل الظهر، من صلى قبل الظهر أربع ركعات حرم الله جسده على النار. وكذلك صلاة العصر، بس احنا بنتكلم على 12 ركعة الرواتب المؤكدين، ضمة المؤكدين مش معناهم كل السنن. أيوة احنا عندنا سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. المؤكدين اللي هم 12، الاثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، دي بنسميها السنن المؤكدة. إنما عندنا غير المؤكدة اللي هي أربعة قبل العصر واللي يصليهم. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا، من صلى قبل العصر أربعا حرم الله جسده على النار. واثنين قبل المغرب اللي هم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يصلون ولا يصلي، فأقرهم النبي عليها بين كل أذانين صلاة. واثنين قبل العشاء
ودي بنسميها السنن غير المؤكدة. فمن واظب على هذه السنن كان مع النبي في الجنة وبنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله العلي القدير أن يرزقني وإياكم مرافقة الحبيب محمد، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنات. اللهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.